مرحبا بكم أعزائي طلبة الفن الإعدادي، وهذه أسئلة عن شيكسبير ومسرحية الأساطير. سؤال الأول: When and where was Shakespeare born؟ متى وين and where أين was Shakespeare born؟ أين ولد ومتى ولد شيكسبير؟ He was born in 1564، ولد عام 1564 in Stratford upon Avon، في هذه المدينة، in the middle of England، في وسط إنجلترا. طبعا نعم حسن جواب، حسن تكون فراغ من فترة الجواب. Number 2: What did Shakespeare work when he was a young man؟ ماذا عمل شكسبير عندما كان شابا؟ يقول: As a young man Shakespeare worked as an actor، عمل كممثل. هون نكتب إذا جواب مختصر نقول actor، an actor فقط، عمل كممثل. السؤال الثالث: Why is he still the most famous dramatist in Britain and indeed throughout the world؟ لماذا ولا يزال أشهر كتاب المسرحيين الدراميين في بريطانيا والعالم؟ ونرجع نقول نبدأ من نامين because، نذكر السبب رأسا، نقول because his plays، لأن مسرحياته are performed، أديت in every major language، في كل لغة رئيسية، and his poetry has also been widely translated، وشعره poetry أيضا تم ترجمته translated widely، بشكل واسع يعني في العالم. Number 4: When was the Tempest written؟ متى كتبت هذه المسرحية العاصفة Tempest؟ It was written in 1611، في عام 1610-1611. Number 5: Where was the Tempest first performed؟ متى أديت مسرحية العاصفة لأول مرة؟ It was first performed at، أو نقدر جواب مختصر من عندي، نقول at the Royal Court of King James، في القصر الملكي للملك جيمس. Number 6: Why was the Tempest later performed again؟ لماذا تم تأدية العاصفة مسرحية العاصفة مرة أخرى؟ نقول to celebrate، للاحتفال، the marriage of King James's daughter، الاحتفال بزواج ابنة الملك جيمس إليزابيث، اسمها إليزابيث، later Queen Elizabeth I، والتي ستكون ملكة فيما بعد، إليزابيث الأولى تسمى. Number 7: Why is the Tempest often thought of Shakespeare as Shakespeare's farewell to the stage؟ لماذا اعتبرت العاصفة أنها الوداع لشكسبير للمسرح؟ هذا هنا نقدر نعيد نفس الحكي وللدراسة نقول because، من نايد الجواب because it is probably the last play Shakespeare wrote by himself، لأنه من المحتمل أنها تكون هي المسرحية الأخيرة التي كتبها شكسبير بنفسه. Number 8: Name two playwrights، اكتب اثنين من الكتاب المسرحيين سميهم، that share Shakespeare to write some of his plays، يعني شاركوا شكسبير في كتابة بعض مسرحياته. من هذول؟ نقول توماس ميدلتون and جون فليتشر. توماس ميدلتون and جون فليتشر. Number 9: Why we can't say that the Tempest is a Renaissance comedy؟ ليش ما نقدر نقول إنه the Tempest مسرحية العاصفة هي كوميديا عصر النهضة؟ وإذا هنا نقول because، من because؟ because the comedy، the comedy الفكاهة at this time، في ذلك الوقت، is a play that can include humor، اللي هي مسرحية ممكن تتضمن وتشمل الفكاهة. But the important thing، ولكن الشيء المهم، is that it ends happily، الشيء المهم أنها تنتهي بشكل سعيد، بسعادة، يعني نهاية سعيدة. Usually
with one or more marriages for the main character, عادة هذه النهاية سعيدة بزواج واحد أو أكثر في الشخصيات الرئيسية.